بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله. أبناء الطلاب، طلاب الصف التاسع المدرسة صلاح الدين الأيوبي الإعدادية المستقلة للبنين، أهلا بكم في المراجعة لمادة الرياضيات للتقرير الأول إن شاء الله. نبدأ إن شاء الله رب العالمين بالوحدة الأولى، تتكلم على الأسس الصحيحة. لو طبعنا مثال على الصبورة الحين، قول لي إذا كان 3 باور x equal 9 فإن قيمة x هي هنا، عشان نحسب قيمة الباور نلاحظ عندنا إن 9 دي equal 3 باور 2، فبالتالي يبقى 3 باور 2 equal 3 باور x. فمن هنا عملنا مقارنة ما بين الأساس نفس الأساس، فبالتالي الباور بيساوي الباور، ومعنى كده إن ال x equal 2. يبقى نركز دايما عشان نحسب قيمة الباور لازم نحول الطرف الثاني للصيغة الأسية. لو طلعنا مثال ثاني عندنا، قول لي فما قيمة الباور 3x باور 2 over 3y باور 3 all باور 0. لو لاحظنا هنا باور 0 عندنا قاعدة بتقول إن الـ a باور 0 equal 1، يبقى أي شيء باور 0 equal 1 فبالتالي قيمة هذا المقدار لازم تساوي الواحد الصحيح. لو طلعنا المثال الثاني اللي قدامنا الحين، بيقول لي ان هنا a باور 6 b باور 3 تايمز a b باور 4 ايكوال. لو طبقنا هنا هنلاحظ ان عندي هنا الرموز المتشابهه، هنا ال a وهنا ال a وهنا b وهنا b. في حاله الضرب نفتكر مع بعض قانون الضرب، ان a باور m تايمز a باور l ايكوال a باور m بلس n. معنى كلامنا على السبورة الحين ان في حالة الضرب بجمع الباورز الموجودة عندي فوق، فهنطبق القاعدة هنا، يبقى a باور 6 تايمز a، ونعرف ان دي معناها a باور 1، يبقى معنى كده a باور 7، وهنا b باور 3 بلس 4 ايكوال 7، يبقى الناتج بتاعنا a باور 7 b باور 7. لو شفنا المثال الثاني، بيتكلم هنا على تحويل العدد من صورة العلمية والصورة أو الصيغة العلمية والصيغة القياسية. يبني مثال على الصبورة الحين، بيقول لي إن هنا 730,000، يعني لاحظ عندي هنا إن مش أنا حول ده للصورة العلمية، أنا عندي الصيغة بتقول إن A تايمز 10 باور M، يعني بكتب دايما عدد مضروب في 10 باور رقم، بس عندي شرط أساسي هنا إن الـ A ده قيمته لازم تكون أكبر من أو يساوي واحد وأقل من 10. فهنبص للسؤال اللي على الصبورة، لو حبينا نحول واحد يقول لي يا أستاذ يبقى 7 3 تايمز 10 وعد لي الأصفار 1 2 3 4 يبقى 10 باور 4، وأنا حليت المسألة كده وانتهت. بس هل هذا ينطبق مع الشرط الأساسي اللي عندي إن الرقم اللي هنا لازم يكون محصور ما بين الواحد وال 10؟ هنا 7 3 أكبر من 10، فبالتالي هيبقى الصيغة عندي كام؟ هتبقى 7.3 تايمز 10 باور 5. يبقى الصيغة اللي قدامك إيه؟ هي الصيغة العلمية. وحققت الشرط الأساسي إن الرقم اللي عندي المطلوب في 10 باور لازم يكون قيمته محصورة ما بين الواحد وال 10. لو شفنا السؤال الثاني، جايب لي هنا عدد في الصيغة العلمية وطالب مني تحويله إلى الصيغة القياسية. بيقول لي هنا 0.056 تايمز 10 باور 5، المطلوب تحويل هذا الرقم للصيغه القياسيه، بمعنى صح مش عاوز ال 10 باور، عاوز ارجعها لاصلها تاني. هنلاحظ هنا ان اسم البوينت المطروده قدامها ثلاث ارقام، الباور هنا 5 معناها هعمل تحريك هذه الاشاره نحو اليمين كم خطوه؟ خمس خطوات، كاني بضرب في 100,000، فبالتالي هيطلع عندي هنا كام؟ هحرك ده يبقى عندي كده الواحد 2 3، محتاج انا صفرين يبقى عندي 5 6 وهنا دبل 0، يبقى انا كده حولت الرقم اللي عندي الى الصيغه القياسيه. لو شفنا السؤال اللي بعد كده، بيتكلم على عدد الارقام المعنويه. الموضوع ده كبير ولازم نعرف كيف نعد الارقام المعنويه في اي عدد من اعداد العدد. هنلاحظ هنا ان في شروط للارقام المعنويه. لو عندك عدد صحيح او ديسيمال، يعني لو بقول لك المثال ده الاعداد الصحيحه وهنا الكسر العشر. الاعداد الصحيحه جميع ارقام بتكون ارقام معنويه، كمثال لما بقول لك هنا 7 5 0 2 1، كم رقم هنا؟ بقول له خمس ارقام معنويه.
طب لو كتب لي مثلا A52 او 700 يبقى كام رقم معنوي هنا؟ هلاحظ الاصفار في اخر العدد الصحيح ما بنعدهاش الارقام المعنويه، يبقى هنا ثلاثه ارقام معنويه فقط. طب لو عندك الكسر 10 ديسيمال، لو قلنا هنا 0.321 هنا بعد الارقام اول عدد غير صفر بيجاب لي من ناحيه العلامه من هنا بعده كرقم معنوي، يبقى هنا ثلاثه ارقام معنويه. طب لو قلنا 0.05217 هل هنا خمس ارقام معنويه ولا اربع ارقام معنويه؟ احنا قلنا اول عدد بيجاب لي غير صفري اللي هو 5 ببدا اعد من عندي، يبقى هنا في اربع ارقام معنويه 1 2 3 4. ولكن لو حط لي رقم في الاول هنا 5.2 او 0.278 هنلاحظ طالما بدا عندك هنا بعدد صحيح مش بدا بزيرو، يبقى جميع الارقام اللي عندك بتكون ارقام معنويه، يبقى بالتالي عندك هنا خمس ارقام معنويه. تعالوا مع بعض كده بعد ما فهمنا القاعده اللي بعيد بيها الارقام المعنويه نجاوب على الاسئله اللي موجوده معانا. السؤال الاول بيقول لي كم عدد الارقام المعنويه في الرقم اللي قدام على الصفرات؟ 4.009. احنا اتفقنا لو الديسيمال بدات بعدد فبعدت كل الارقام المعنويه اللي عندي، يبقى انا عندي هنا اربع ارقام معنويه. لو شفنا السؤال التالي كم رقم معنوي؟ ستة ارقام معنويه. طيب ده كان بالنسبه لعدد الارقام المعنويه في الرقم اللي موجود. بقول هنا باستعمال الحاسبه قدر او القيمه التقريبيه للرقم اللي عندي مقربا لاقرب منزلتين عشريتين. هنلاحظ في السؤال اللي معانا على الصفوره الحين بيقول لي باستعمال الحاسبه يكون ناتج تقدير العدد الكيوبيك روت او الجذر التبعيدي لل 135 اذا مقاربا الى اقرب منزلتين عشريتين. يبقى اهم شيء تاخد بالك من هنا ان الجذر المطلوب هو الجذر التبعيدي يكون عندك بالشكل ده، فلما استخدم الحاسبه اقدر اميز بين الاثنين. هنلاحظ هنا الجذر التبعيدي لازم استخدم زر الشيفت مع علامه الجذر، يبقى شيفت جذر واكتب هنا 135 واشوف ايكوال كام. طلع الناتج عندي هنا ايه؟ طلع الناتج الحين كام؟ كاتب لي كده 5.12997 ارقام كبيره كده. لو جينا نشوف ايه المطلوب في السؤال بيقول لي مقربا الى اقرب منزلتين عشريتين. احنا قلنا ده العدد الصحيح، دي الديسيمال بوينت او العلامه العشريه، دي المنزله العشريه الاولى ودي المنزله العشريه الثانيه، يبقى انا هقف عند علامه المنزله العشريه الثانيه. هل التسعه بيعطي الاثنين؟ هنلاحظ ان التسعه خمسه باعلى، يبقى عندي هنا صار الرقم عندي هنا 5.13. نعيد ثاني معنى التقريب ليه المنزلتين عشريتين؟ يعني عاوز رقمين بعد العلامه. بشوف الرقم الثالث بيعطي ولا بيعطي؟ التسعه خمسه باكبر، يبقى هنلاحظ هنا الاثنين بتصير ثلاثه، يبقى عندي 5.13. لو شفنا السؤال اللي بعد برضه بيتكلم على عمليه التقريب بس المره دي جايب لي السكوير روت او الجذر التربيعي. بيقول لي هنا ناتج تقدير السكوير روت لل 42 الى اقرب ثلاث ارقام معنويه هنا. يبقى الاول هنشوف كم رقم معنوي موجود عندنا في الناتج. هنا هنجيب الجذر التربيعي، يبقى هنا السكوير روت لل 45 ايكوال ونحوله لديسيمال. طلع الناتج عندي بالصيغه كام؟ هنا 6.708203 ارقام كثيره. ايه المطلوب عندي مقربا الى ثلاثه
بين التقريب هنا والتقريب في المثال اللي جنبه. اللي جنبه كان الاقرب منزلتين عشريتين. هنا بيقول الاقرب ثلاثه ارقام معنويه. الله عندنا ده الرقم المعنوي الاول، ده الرقم المعنوي الثاني، ده الرقم المعنوي الثالث. يبقى انا اتوقف عند الرقم الثالث لما طلب مني، واشوف الرقم الرابع بيعطي ولا ما بيعطيش. الثمانيه بتاعت الصفر صار كام عندي؟ 6.71. يبقى ناخد بالنا الفرق بين نوعين التقريب اللي عندي. لو شفنا السؤال اللي بعد كده بيتكلم على تطبيقات على البرسنتج او النسبه المئويه. اللي انا بتكلم على الفايده البسيطه، بيقول لي اودعها مبلغ 1600 ريال، 1600 ريال في حساب استثمار بفائده بسيطه مقدارها 8%، واللي كم يصبح المبلغ الكلي بعد 3 سنوات. موضوع الفائده البسيطه عندنا في القانون الاساسي بتاعنا اللي هو الاي بيساوي البي ار تي. اي اللي هي الانترست او الفائده، البي اللي هو البرنسبال او المبلغ الاصلي، ار اللي هو الريت او المعدل الفائده، والتي اللي هو التايم. فعشان احل السؤال بشوف كل واحد منهم كام، ده اللي هنا المبلغ اللي حاطه في البنك او استثمار 1600. عندي هنا الفائده الار الريت ايكوال 8% بحولها الى 8/100. عندي بعد كده عدد السنوات هنا ايكوال 3، يبقى هنا دي. يبقى انا اقدر اطلع من العلاقه دي ان 1600 تايمز 8/100 تايمز 3، واستخدم الحسبه. القانون معانا على السطوره، يبقى 1600 تايمز 8/100 تايمز 3، يطلع الناتج معانا 384. يطلع هنا 384، ده الفائده. طب ده المكسب او الربح. يبقى هو طالب مني في السؤال هل هو عاوز ايه؟ واللي كم يصبح المبلغ الكلي، يعني عاوز اصل المبلغ واضيف عليه الربح اللي عندي. يبقى المبلغ الكلي بيساوي كام؟ بيساوي اصل المبلغ اللي عندك اللي هو البي بلس الانترست او الفائده اللي هي الار. يبقى عندك 1600 بلس 384. يبقى ده نقول عدد بلس 1600 ايكوال كام؟ 1984 كتالي الريس. يبقى ركز في موضوع سؤال الفايده البسيطه لو قسمت الانترست، ده القانون الاساسي بتاعنا اللي هو الاي بيساوي البي ار تي. لو نفتكر برضه التحميل، لو طلب مني طلب غير الفايده اللي هو كان عندك الاي ايكوال البي وهنا الار وهنا التي، حسب ما يطلب منك. لو عاوز البي يبقى الاي اوفر ار تي والتبديل اللي قدامك على السطور. السؤال اللي معانا هنا على السطوره سؤال بنسميه بقى ابلكيشنز او تطبيقات حياتيه على الارقام المعنويه والتقريب والتقدير. بيقول لي اشترى ناصر 20.3 كيلو جرامز من العسل بسعر الكيلو عندي 69.75 ريال، بيقول لي فقدر كم ريال يكلفه ذلك؟ ده اول شيء. واللي مقربا لرقمين معنويين. وفي طلب تاني بعد ما تخلص بيقول لي تحقق من معقوليه الاجابه، هل الناتج بتاعك الارقام المعقوله ولا لا؟ لو لاحظنا هنا انا عاوز السعر او الثمن الكلي، يبقى حضر سعر الكيلو اللي هو عندي هنا 20.3 تايمز 69.75، يبقى عدد الكيلو جرامات مضروب في سعر الكيلو واحد، شوف هيطلع كام؟ بس هنا ايه؟ مش هحسب دايركت، لانه قال لي هنا ايه؟ فقدر. التقدير معناها بسوي تقريب لكل واحد حسب الارقام المعنويه المطلوبه. يعني هنا بقول الرقم الاول، عشان اسوي له رقمين معنويين، بشوف الرقم المعنوي الاول اثنين، وبعد كده الرقم المعنوي الثاني زيرو، الثلاثه لو طلعت صار عندي 20. أو 20. هنا برضه رقمين معنويين، الرقم المعنوي الثاني اللي هو 9
حضرتك بتدير في بعض صار عندي 1400 يبقى عندي 1400 ريال. ده التقدير للسؤال. هنا خلصنا التقدير حسب ما يطلب مني مقربا لرقمين معدودين. بيسالني سؤال ثاني ثم تحقق من معقوليه الاجابه. معقوليه الاجابه معناها ايه؟ انا هسوي الحل اللي بتقال الحاسبه عادي خالص من غير ما استخدم التقريب. يعني حضرتك رقمين اللي هو 2 بايت 1.3 تايمز 6.9 بايت 7.5 واشوف الناتج هيصير كام بالحاسبه. هضرب الرقمين في بعض الحين اهو. يبقى هنا هنقول 20.3 تايمز 69.75 ايكوال. طلع الناتج هنا كام؟ 1415.925. الرقم ده قريب من الناتج العام. الفرق تقريبا 15. يبقى الحين بقول له هنا ايه؟ بقول له تحقق من معقوليه الاجابه من خلال المقارنه بين الناتجين، بقول له ان الاجابه معقوله. يبقى انا حكمت على اساس ان استخدمت الحاسبه واستخدمنا التقريب في ايجاد الناتج اللي عندي في السؤال. نشوف السؤال اللي بعد كده. بقول لي هنا اشترى تاجر بتطبيقات عن نسبة مئوية بضاعة بمبلغ 1000 ريال فأريد أن يبيعها بربح 20%، فبكم ريال يبيع؟ احنا ممكن نحل السؤال على الصدورة بأكثر من طريقة. ممكن أطلع الربح أو الربح المطلوب أو المتوقع هيطلع عندي 20% 20 over 100 تايمز السعر الأصلي عندي اللي هو 8000 هيطلع عندي هنا لو بنزيد هنا مع بعض يبقى هنا بيطلع 1600 ريال. ده الربح المتوقع. يبقى سعر البيع هيساوي كام؟ هيساوي عندي السعر الاصلي اللي اشتريت بيه البضاعه مضاف اليه الربح المتوقع هيطلع عندي الناتج 9600 ريال. يبقى ده المفروض لو انا اشتريت بضاعه 8000 ابيعها ب 9600 بحيث احقق ربح 20%. واحد تاني يقول لي يا استاذ انا ممكن احلها مباشره، انت هتساوي ربح عندك 20%، يبقى سعر البيع ده هيساوي كام؟ هيساوي كانه يقول لي 120% لانه بيبيع بسعر 120% من السعر الاصلي. يبقى سعر البيع هيساوي كام؟ هيضرب هنا 120% تايمز السعر الاصلي اللي هو 8000، يعني 120 هنا على ال 100 ضرب الرقم اللي عندي اللي هو السعر هيطلع نفس الرقم بتاعه. يبقى ده حل تاني للسؤال. ممكن استخدم الطريقه العاديه ان اطلع سعر البيع بعد اضافه الربح وهنا اطلع الناتج مباشره والحلين باذن الله يكون صح. السؤال جاي بشكل تاني هو برضه تطبيقات بس المره دي يا ترى فيها ربح ولا خساره؟ السعر هيزيد ولا هينقص؟ واللي اشترى تاجر بضاعة بمبلغ 20,000 ريال وانخفض الثمن بنسبة 10% فبكام ريال؟ يعني واحد اشترى بضاعة ب 20,000 وحصل ان سعرها نزل 10%، يا ترى هيكون سعرها كام بعد هذا التخفيض او الانخفاض في السعر؟ هنطلع برضه هناك كنت بقول الربح، هقول هنا الخسارة هتساوي كام؟ هتساوي 10/100 تايمز المبلغ اللي عندي بيطلع 2000 ريال. يبقى سعر البيع هيساوي كام؟ سعر البيع هنلاحظ هنا ان السعر الاصلي كان 20,000 هنقص منه الخساره اللي هي 2000 هيطلع عندي 18000 ريال ده سعر. لو عاوز تحلها بنفس الطريقه السؤال اللي طاف مره واحده انا عندي هنا خساره 10% يبقى سعر البيع هيكون بكام؟ هيكون 90% بنقص ال 10 من 100% اللي هو السعر الكلي بتاعي. يبقى هنقول هنا 90/100 ضرب السعر اللي عندك كله اللي هو 20,000 هيطلع عندي هنا
80,000 بدل الناس. يبقى الحلين ان شاء الله يكون صح، سواء طلعت الخساره وبعدين نقصتها من هنا، او طلعت الاجمالي مره واحده وحسبت السعر. عندك الوحده الثانيه بتتكلم على المقادير الجبريه. احنا قلنا ان المقدار الجبري ده بيحتوي على رموز والارقام كمثال ده اللي على الصوره قدامنا دي. بيقول لي ضع المقدار ده في ابسط صوره، اكس تايمز 8x بلس 3 دوت براكتس هنا بلس 12x. احنا قلنا كلمه التوصيف او ابسط صوره بتاعنا حاجتين، رقم واحد فك الاقواس، رقم اثنين تجميع الكلمه او بنسميها تجميع الحدود المتشابهه. تعالوا نطبق الشرطين دول في حل السؤال. اول واحد عندي هنا بيقول لي اكس تايمز كذا، هعمل عمليه ديستريبيوشن او توزيع، اضرب الاكس مع ال 8 اكس والاكس مع ال 3. اكس تايمز 8 اكس يديني 8 اكس باور 2 بلس اكس تايمز 3 يديني 3 اكس بلس 12 اكس. هلاحظ هنا ان 3 اكس و 12 اكس متشابهين، يبقى 8 اكس باور 2 بلس 15 اكس اللي هو المجموع ال 12 وال 3. سؤال برضه تاني على التبسيط، بس المرة دي عندي 2 براكتس. همشي برضه على نفس الفكرة، الخطوة الأولى فك الأقواس والخطوة الثانية تجميع المتشابه. هعمل عملية توزيع بس هوزع الحدود على الأقواس، أضرب ال 4 اكس هضربها في القوس ده كله، يعني أضرب ال 4 اكس في ال 5 اكس وال 4 اكس هضربها في النيجاتيف 2، وبعد كده هضرب مين؟ هاخد ال 7 هضربها مع ال 5 اكس وال 7 هضربها مع، يبقى 4x تايمز 5x ايكوال 20x باور 2. 4x تايمز نيجاتيف 2 يديني نيجاتيف 8x. 7 تايمز 5x يديني 35x. 7 تايمز نيجاتيف 2 يديني ماينس 14. يبقى انا حققت الشرط الاول فكيت الاقواس. هل في حدود متشابهه؟ الاحظ هنا ال 20 اكس باور 2 مفيش حدود مشابهه له، اللي باور 2. الاحظ هنا الماينس 8 بلس 35 اكس الاثنين دول متشابهين، هيطلع الناتج هنا يديني 27 اكس ماينس 14 برضه مفيش حد مشابه. يبقى انا كده وضعت المقدار في ابسط صوره من خلال تطبيق الشرطين اللي هم فك الاقواس وتجميع الحدود المتشابهه. نشوف المثال الثاني. هنا برضه بيقول لي ضعف ابسط صوره وقوسين نفس الوضع اللي هنا، بس هنلاحظ هنا شيء مهم جدا اللي هو بنسميه بعض الحالات الفصل. هنلاحظ هنا 5 اكس وهنا 5 اكس، هنا 6 وهنا 6، بس واحد نص وواحد نيجاتيف، بنسميهم قوسين مترافقين. في الحاله دي بعمل ايه؟ بضرب الاول مع الاول والثاني مع الثاني مباشره. يبقى 5 اكس تايمز 5 اكس ايكوال 25 اكس باور 2. 6 تايمز نيجاتيف 6 يديني ماينس 36. يبقى ده الناتج مباشره للمقدار العصبي. لو لاحظنا ان القاعده الموجوده هنا من القوسين متشابهين مع اختلاف الاشاره اللي في النص، بيكون دايما قوس موجب وقوس بيكون سالب. هنا اجابه القيمه العدديه، دي من اسهل الاسئله بالنسبه لنا اللي هي مساله التعويض. هنا بيقول لي اذا كان ال A equal 6 وال B equal 4، اوجد القيمه العدديه للمستطيل الذي مساحته 2B plus 2 times A minus 1. هنا هنعمل عمليه سبستيوشن، هعمل ال B هحذفها واعوض عن قيمتها ب 4 وال A اعوض عن نفسها. يبقى عندك البراكت الاول يبقى 2 times 4 بلس 2، يبقى انا عوضت مكان البي تايمز القوس الثاني اللي هو 6 ماينس 1 عوضت ايه مكان البي. هبسط الكلام، عندي 2 تايمز 4 بلس تايمز الاول ولا ماينس الاول؟ انا اعرف ان عمليه الضرب اقوى من الجمع، يعني حسب ترتيب العمليات الضرب قبل الجمع. يبقى عندك هنا 2 تايمز 4 ايكوال 8 بلس 2، وهنا 6 ماينس 1 يديني 5، ده يديني هنا 10 تايمز 5 ايكوال 50. يبقى انا عملت تعويض، سويت تعويض هنا، اضفنا بي حطينا مكانها 4 و
والايه؟ ربنا 6 وحسبنا الباقي، وممكن تستخدم الحاسبه مباشره بعد التعويض وتطلع الناتج على طول. السؤال اللي بعده ندخل على موضوع الكسور الجبريه اللي هو بيتكلم على عمليه التوصيل بالنسبه للكسر الجبري. لو بصينا على الصبوره هنا هنلاحظ الكسر الاول مكتوب لي هنا 25 تايمز A بلس 5 اوفر A ماينس 2 اللي هو براكت تايمز هنا A ماينس 2 اوفر 15 A ماينس 1. احنا قلنا في عمليه الضرب بعتبر البسط كله كانه بسط واحد والمقام كله كانه مقام واحد، وبنحذف الاقواس المتشابهه. يعني هنا ال A ماينس 2 هحذفها مع A ماينس 2. هتبقى عندي 15 هتبقى عندي 25 تايمز A بلس 5 اوفر 15 تايمز A ماينس 1. هل المعاملات اللي قدام الاقواس دي فيها عامل مشترك بينهم؟ اه تايمز 5 عامل مشترك بينهم. هنا ديفايدد باي 5 ايكوال 5 ديفايدد باي 5 ايكوال 3. يصبح الناتج الاخير عندك 5 A بلس 5 اوفر 3 A ماينس 1. ده بنسميه في السمبلست فورم او ابسط صوره بالنسبه لعمليه تبسيط الكسر الجبري. لو جينا للسؤال اللي بعد كده عمليه تقسيم الديفيجن بيقول لي هنا ايه؟ 9a اوفر 5b ديفايدد باي 3y اوفر 2b. هل اتفقنا ان طريقه التقسيم بتختلف عن الضرب؟ بنكتب الكسر الاول اللي هو 9a اوفر 5b واضرب في المالتيبليكيتد انفرس او المعكوس الضربي اللي هو المطلوب اللي هو 2b اوفر 3y. واصبحت مساله ضرب عاديه. هل في متشابه اعمل كنسل ولا ما في؟ خلاص بسوي عمليه ضرب البسط في البسط والمقام في المقام. 9a تايمز 2b 9 تايمز 2 18 يبقى يديني ab. 3 تايمز 5 هنا يديني كام؟ 15 بي 1. لاحظ هنا ان حرف البي موجود قدامنا فوق وتحت ممكن احذفه مع بعض تاني. يبقى عندك الناتج هيساوي كام؟ هتقول لي يا استاذ ما لسه في تاني. ما انت عندك ال 18 وال 15 ممكن اعمل ديفايد باي 3 يديني هنا 6 ديفايد باي 3 يديني 5. يبقى الناتج هيساوي عندي يكون مين؟ 6 A اوفر 5 1. وممكن اعمل اختصار من اول السؤال. لو جينا للسؤال اللي بعد كده عملية الجمع. عشان اسوي عملية الجمع صح لازم يكون عندك المقام متشابه، وهنا فعلا المقام متشابه، لو مش متشابه بعمل توحيد مقام. انا بنحط السؤال هنا ان المقام متشابه بحط نفس المقام اكس بلس 3 واجمع البسط مع البسط. 2 اكس بلس 3 اكس يديني 5 اكس. 5 ماينس 1 يطلع عندي 4. يبقى الحل النهائي هو 5x بلس 4 اوفر x بلس 3. لو شفنا السؤال اللي بعد اللي هنا سبتراكت هنلاحظ هنا الاشاره ماينس. هل وقت المحرك موحده فعلا المحرك موحده بحط نفس المقام اللي هو 2x ماينس 3 نفس المقام. بس في عملية الطرح خليك حريص شوية مع التعامل مع الإشارة ماينس. يعني عندك هنا هكتب فوق 5x بلس 5 ماينس 3x والماينس بضرب في البوزيتيف تحول إلى ماينس 1 وأوزع الماينس على الاثنين دول. هيطلع الناتج عندي هنا مين؟ 2x ماينس 3 5x ماينس 3x إيكوال 2x 5 ماينس 1 يطلع عندي الناتج. يبقى الناتج النهائي 2x بلس 4 اوفر 2x ماينس. ان شاء الله الحين شكل تاني من الاسئله بيديني سؤال بيقول لي هنا 3x اوفر 2y ديفايد باي 5 اوفر 7x. عندي طالبين الواحد حل وكتب الحل الخاص بيه فيهم واحد خطا هو حدد لي ان سفر خطا. عاوز يعرف ليه سفر خطا؟ لو جينا نبص لسفر كتب الكسر الاول 3x اوفر 2y ديفايد باي 5y اوفر 7x. الكسر الاول ساوي زي ما هو سوى عمليه التقسيم صار الضرب جميل. ده الكسر الثاني وحصل ايه؟ ان صفر نسي يجلب الكسر ضرب في نفسه فبالتالي حل صفر خطا. لو جينا الطرف الثاني الفهد سوى نفس الخطوات
وغير علامه الترسيم لضرب وسوى ضرب في المقلوب هنا ب 7 اكس اوفر 5 4. يبقى خطا صفر ان هو نركز عليه كويس جدا ان في حاله التقسيم لابد ان انا اجلب علامه التقسيم لضرب واجلب المقسوم عليه. هنلاحظ برضه في السؤال الثاني هنا ان هي عمليه جمع في برضه حل صفر وحل فهم فوقهم واحد خطا. عشان نفهم القاعده الاساسيه في الجمع صفر خطا اللي هو اقل من صفر خطا. نشوف الخطا عند صفر ايه؟ 2 اكس بلس 4 اكس ايكوال 6. ال 5 واي بلس 5 واي ايكوال 10. طبعا ده خطا لان في حاله الجمع بحط نفس المقام اللي هو المتشابه واجمع البسط مع البسط. عشان كده الخطا هنا عند صفر في الجزء ده. نشوف فهم فهم هو ال 5 واي واي كتب نفس ال 5 واي هنا يبقى حل صفر هو الحل الصحيح. هنا السؤال الجزء الاخير اللي هو حل المعادلات بالنسبه لاكثر من متغير. بيقول لي هنا معادله بيقول لي الام ايكوال اي سي بلس اتش وقول لي حل المعادله بالنسبه للمتغير سي. احنا بقول معنى حل المعادله بالنسبه للمتغير بخلي ان السي ده في طرف مستقل لوحده. فلو كتبنا المعادله من اليسار لليمين كان الاي سي بلس اتش ايكوال ام. انا عاوز السي لوحده بدي الاتش الصوره الثانيه بعكس الاشاره يبقى الاي سي ايكوال ام ماينس اتش. افتكر كويس اللي بنجيله بغير الشرط. انا عاوز السي يبقى هعمل هنا تقسيم هقسم الطرفين على معامل السي اللي هو الاي. يبقى هقول هنا ان الاي سي ديفايدد باي اي ايكوال ام ماينس اتش ديفايدد باي اي. هكنسل الاي مع الاي يبقى السي ايكوال ام ماينس اتش اوفر. يبقى انا كده طالما فصلت السي لوحدها في الطرف يبقى انا نجحت في حل المعادله بالنسبه للمتغير المطلوب. نفس الفكره هنا y equal ab minus t برضه بيقول لي حل المعادله بالنسبه للمتغير b اللي هو ده. فهلاحظ هنا ان ال ab minus t equal y. هودي الكتير الناحيه الثانيه يبقى ال ab equal y plus t. هلاحظ الاشاره ماينس تصبح بلس. اعمل تقسيم للطرفين على معامل ال b اللي هو ال a يبقى ال ab over a equal y plus t over a. نكنسل ده مع ده يبقى b equal y plus t over a. يبقى انا كده حليت المعادله بالنسبه للمتغير. لو طلعنا الجزء ده بقول حل المعادله ثم تحقق من صحه الحل. هلاحظ دي نوع المعادلات اللي بتحتوي على اقواس. اول خطوه عندي بفك الاقواس في الطرفين هعمل توسيع للايت على الاكس والايت على ال1 يبقى 8 تايمز اكس ماينس 8 تايمز 1 ايكوال 8 ايكوال 4 تايمز 3 ديل 12 اكس 4 تايمز نيجاتيف 7 يبقى نيجاتيف 28. هجمع الاكسات في ناحيه والارقام في ناحيه يبقى هنا 8 اكس ماينس 12 اكس ايكوال ماينس 28 بلس 8. هنلاحظ ده باشاره ماينس مكانه ما اتنجدش، النجد ال 8 اصبحت بوزيتيف وال 12 اكس اصبحت نيجاتيف. هنلاحظ هنا 8 اكس ماينس 12 بيديني ماينس 4 اكس ايكوال ماينس 28 بلس 8 بيديني ماينس 4. اعمل ديفايد للطرفين على ماينس 4 يبقى هنا ماينس 4 اكس ديفايد باي ماينس 4 وهنا ماينس 20 ديفايد باي ماينس 4. ده رقم على هنا يبقى الاكس ايكوال 5. هل حل الاجابه صح؟ تعال نشوف التحقق من الحل ازاي؟ عند الطرفين يبقى 8 تايمز 5 ماينس 1 بعوض مكان الاكس دي 5. هل مدى الاي يساوي 4 تايمز 3 تايمز 5 ماينس 7؟ 5 ماينس 1 يديني 4 تايمز 8 يديني 32. تعال الطرف الثاني هنا ال 4 بره زي ما هي 3 تايمز 5 ايكوال 15 ماينس 7 ايكوال 8. يبقى هنا 32 ده يديني برضه 32 يبقى الطرفين متساويين. يبقى معنى كده x ايكوال 5 هي الحل الصحيح للمعادله. نشوف معادله اخيره بيقول لي هنا بجيبها لي في الصيغه الكسريه. بيقول لي هنا ايه؟
3x plus 8 over 2 equal 2x plus 7 over 3. هنسوي اللي هو ضرب الطرف، حسب ضرب الطرفين والوسطين بنسميها هنا بس. اعمل هنا ل 3 اضربها في البسط اللي هنا و 2 اضربها في البسط اللي هنا، يبقى هنا 3 times 3x plus 8 equal 2 times 2x plus 7. ونسوي عملية الديستريبيوشن أو التوزيع، يعني 3 times 3 equal 9x plus 3 times 8 equal 24 equal 2 times 2 equal 4x plus 2 times 7 equal 14. الخطوة الثانية أنا عاوز قيمة الـ x فهجمع الـ x مع بعض، يبقى هنا 4x زي الناحية الثانية بعكس الإشارة وده أروح هناك، يبقى equal minus ده 9x آسف هنا، يبقى 9x minus 4x equal 14 minus 24. هنشوف الناتج الأخير هيساوي كام هنا، ده يديني 5x وده يديني minus 10. أعمل divided على الطرفين على 5 يطلع عندي قيمة الـ x equal minus. وبنفس الطريقة اللي سبقت بنعود ونشوف هل الطرفين متساويين للتحقق من صحة الإجابة. وبكده إن شاء الله وصلنا لنهاية التقرير بتاعنا مع أطيب أمنيات قسم الرياضيات لجميع الطلاب بالنجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.